نكمل بعض من أقوال علماء السنة وبقية المذاهب الإسلامية القائلين بولادة الإمام المهدي. أشرنا في آخر الكلام إلى قول الذهبي الذي نقله من العبر في خبر من قبر في خبر من غبر في الجزء الثاني صفحة 31 من طبعة الكويت، ومن كتابه سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر صفحة 119، وأيضا ما كتبه في تاريخ دول الإسلام صفحة 145. وأشرنا في آخر الكلام إلى كلام المؤرخ العثماني المعروف بعثمان العثماني الذي ذكر أيضا ذلك في كتابه تاريخ الإسلام والرجال من النسخة الخطية كما نقل عنها السيد آية الله المرعش النجفي في كتابه ملحقات إحقاق الحق في الجزء الثالث عشر صفحة 92. ومن المؤرخين أيضا الذين ذكروا ذلك الفاضل الهندي، حيث صرح بذلك هذا المؤرخ المعروف بالفاضل الهندي الأمير أحمد بن حسين بن بهادر خان في كتابه تاريخ الأحمدي، ونقل خبر الولادة عن عدد من المؤرخين السابقين أمثال ابن خلكان وابن الأثير وغيرهما، وذكر أن أكثر الروايات تنص على ولادته عليه السلام في منتصف شعبان.